مرحبا، كتار بيسألوني شو الفرق بين السب ماشين جان أو ما يعرف الاس ام جي والاسولت رايفل أو ما يعرف البندقية الهجومية. خلينا أعطيكم معلومات ولمحة سريعة عنه. الاس ام جي أو السب ماشين جان سمي بهذا الاسم من قبل جون تومسون، مخترع الرشاش الشهير تومي جان أو تومسون جان، نسبة للماشين جان اللي هو أكبر منه حجما شكلا ومضمونا. كان هو استوديت عنه اذا بدكم تقولوا، نظرا لانه يطلق اعير ناريه مسدسات 9.19 بارابلوم او غيرها من الاعير الناريه للمسدسات اللي بتخص المسدسات. الافونتاج تبع الاس ام جي انه فعال بشكل رهيب بالعمليات الخاطفه والمداهمات وتحرير الغرف، اما الديزافونتاج تبعه انه الدقه تبعه على المسافات البعيده شبه صفر. اما الافونتاج تبع الماشين جان كثافه ناريه هائله بوجه العدو قدرت تصد تقدمه، كما يمكن ان يستعمل كمضاد طيران نسبه للاعير الناريه الكبيره تبعه 12.7 و14.5 او غيرها من الاعير الناريه ك 7.62 ضرب 51. هون فيكم تقولوا لايت ماشين جان. اما الديزافونتاج تبعه انه بطيء عند اعاده التلقيم، وهذا الشيء بعرضه لنيران العدو. تمام، بعد عن الموضوع تبعنا الفرق بين الاسولت رايفل البندقيه الهجوميه والاس ام جي. الاس ام جي قلنا انه بيستعمل 9.19، اما البندقيه الهجوميه اخترعت بال اول وحده كان اسمها ST-G44، اخترعت بالحقب النازيه اللي امتدت بين 1939 1945 من قبل الجيش الالماني. وهيدي البندقيه اخذت شهره واسعه حتى بل انه كانت قادره تحسم معارك بين الالمان والروس، لانه الروس كانوا يستعملوا بعدهم الاس ام جي اللي هي اعيره مسدسات مثل ما قلنا، اما الالمان كان معهم هالبندقيه الرهيبه الاس جي 44 اللي كان عيارها 7.92 ضرب 33 قدرت تقرب موازين معارك. هيدي البندقية كانت عرابة البندقيات الحديثة الهجومية مثل الام 16 او الكلاشينكوف الاي كي 47، حتى لابل انه هي بيقولوا لها جد الكلاشينكوف. كان معكم جان خليل، لمعلومات اكثر عن بندقيات جديدة وغير بندقيات انطروني.